تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، سعد الله وقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم الذكية، إذاعتكم الرائعة، إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا ما نخبركم عنها، ولكن قبل ذلك دعوني أرحب بالشباب اللي معانا في الاستوديو اليوم، في الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، وأيضا في التقديم رجعت لنا بعد الإجازة يومين دكتورة ندى الملة. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحك الله بالنور محمود، صباحكم الله بالخير جميعا في اليوم الجميل، واشتقت والله للإذاعة. وبما أنك أنت رجعتي دكتورة فذكريهم بأرقام التواصل معانا. إنزين، للاتصال على 600-55-1414 ورسالة نصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai وأكاونت نور دبي على الإنستغرام. طيب دكتورة، نذكر المستمعين في بداية البرنامج برابط التأمين الصحي. رابط التأمين الصحي هو www.ishd.ae، وما بقي من المهلة الزمنية غير أعتقد 15 و14 يوم فقط. فيا جماعة لما صحح وضعي صحح وضعنا، بعد هذا ما في تمديد. أحس عندك مشكلة دكتور في الجيوب الأنفية. كان عندي والله محمود، تتذكر لما ما كان فيني صوت كان عندي. يقول لك التهاب الجيوب الأنفية المزمن قد يؤدي للاكتئاب. هذه دراسة حديثة أشارت إلى أن هذا الالتهاب المزمن قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص بالاكتئاب وتراجع إنتاجيتهم على صعيد العمل والدراسة. شفتوا يومين ما أخذ إجازة هي. عموما قال الباحثون أن المرء يصاب بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن بسبب عدوى أو تورم أو إصابة في الأنف، وقد يؤثر المرض على صحة الإنسان ونفسيته. وذكرت الدراسة التي نشرت في دورية حوليات الحساسية والربو والمناعة أن هذا المرض قد يؤدي للإصابة بأعراض الاكتئاب، بالإضافة إلى آلام في الوجه، صعوبة في التنفس. لذا يجب التركيز على هذه الأمور لتطوير علاجات مناسبة في المستقبل. وطبعا قال أحمد صدغات الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن إن أعراض الاكتئاب الشديد ترتبط أكثر بالتغيب عن العمل، شو قلت لكم، والدراسة بسبب التهاب الجيوب الأنفية المزمن. وأضاف موضحا هذه النتائج مفاجئة للغاية، لأن الربط لم يتم سابقا بين أحد أعراض التهاب الجيوب الأنفية وتغيب المرضى عن العمل أو الدراسة. شو رأيك في هذه الدراسة اللي طبقتيها عمليا؟ أولا ما كان عندي التهاب جيوب أنفية يومين. لا محمود، تعرف أنا شو شد انتباهي أكثر في الدراسة؟ لاحظ معظم الدراسات اللي نقراها اللي يعني سوى الدراسة أساتذة عرب يعملون في جامعات أجنبية، فهذا يعني أنا يشدني أن الاسم اسم دكتور أحمد صدقات في كلية الطب في هارفارد واشنطن، وكل الدراسات عربي. أحمد صدقات ممكن تركي، يعني أصلا مسلم، يعني أصولهم مسلمة تكون، يعني أسماء مسلمة وعربية. فهذا يعني تشجيع للعرب والمسلمين بشكل عام أن شوفوا يعني يسوون دراسات في جامعات عريقة. ونرجع للدراسة محمود، طبعا التهاب الجيوب الأنفية طبعا جدا 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 دارج عندنا في الإمارات وفي الخليج بشكل عام بسبب تقلبات الطقس اللي عندنا. يعني شوفوا الجو اليوم، أمس كان الصبح الجو جدا جميل، بعدين فجأة جنب صار غبار، واليوم جو جدا مغبر، فيسوي تحسس مزمن في الجيوب الأنفية ويسوي الالتهابات المزمنة. طيب أنا في وايد مسجات ما قريتها، سامحوني بس لأن بدينا الحلقة بسرعة. السلام عليكم. السلام، هلا بهيئة الصحة، هلا الإعلامي أخوكم الصغير. يعني
موضوع اليوم عن شو راح يكون. عندنا وايد مواضيع اليوم ما نتكلم عنها، فحلقتنا مليانة اليوم مواضيع. يومين اثنين. شكرا. بالعكس أشوف الإجازة المرضية جيدة وكشخة. شو رأيك دكتور؟ كشخة؟ شكلك وايد تاخذ إجازة مرضية. مساعدتكم ما فهمت كلامك. صحيح والله أني أنا أعاني من كل هذا. أمينة محمود منور الشاشة، منور كالعادة، شكرا لكم جميعا. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الربو متصل في الجيوب الأنفية، يعني اللي فيه ربو بيكون فيه جيوب. ممكن يرتبطون لأن التحسسيات كلها. أوكي، موضوعكم وايد حلو، شكرا لكم. عندنا الحين ما نروح لموضوع آخر يعني ما نتكلم عنه، اللي هو التوعية بأهمية الانعاش القلبي الرئوي. بيكون معانا الحين أو موجود معانا عبر الهاتف الدكتور أشرف سويدان، أخصائي أول طب الأسرة ورئيس شعبة التطور المهني في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية. صبحك الله بالخير دكتور. أهلا وسهلا. هلا دكتور أشرف، شخبارك؟ اهلا بك دكتوره، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. طبعا مثل ما ذكر زميلي محمود ان في حمله للتوعيه باهميه الانعاش القلب الرئوي تتم في مركز ند الحمر، فممكن تخبرنا شو هي الفعاليات ومن الذي نظم هذه الحمله او الفعاليه؟ طيب احنا طبعا الفعاليه دي انطلقت في قطاع الرعايه الصحيه الاوليه، قطاع خدمات الرعايه الصحيه الاوليه مع بدايه شهر مارس، وتمت في جميع المراكز الصحية. صحيح. عملية توعية للمجتمع بالانعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين فقط. السؤال طب ليه في شهر مارس؟ ان شهر مارس تم اختياره من جمعية القلب الأمريكية لنعمل الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسموه اللي هو شهر التوعية بالانعاش القلبي تحت شعار إنقاذ الحياة. احنا الفعاليات تمت كل المراكز الصحية. اليوم النهائي عندنا اليوم الختامي. باقي مركزين صحيين اللي هو النهاردة مركز ند الحمر ومركز ند الشبا. ممتاز. حتى الآن في بقية المراكز الصحية وكمان تضمن اللي هي منطقة الأسرة كمان تمت التعالية فيها، تمت دلوقتي عدد الحضور لغاية 652. ممتاز. بالإضافة إلى اللي حيتم تدريبه النهاردة. ممتاز. شو الهدف من هالحملة دكتور أشرف؟ من المستهدف منها؟ الهدف منها رفع الوعي والتثقيف لأفراد المجتمع من يعني أهم شيء فيها سرعة التعرف على مثل هذه الحالات اللي هي حالات توقف القلب. صحيح. كيفية التعامل معها السريع في الأول. طبعا احنا بنحاول نوضح لهم ان اهم حاجة ان احنا نتصل بالطوارئ، ففي وقت بيتم لغاية ما تيجي الاستجابة والاستعافة يوصل وكده. طبعا انقاذ الحياة يعتمد على سرعة التدخل في الفترة دي، هي بنحاول ان هم نوجههم ازاي ان هم يتعاملوا مثل الحالات دي هي في البيت او في مكان العمل او كده. ممتع. عليها مهارة بسيطة يتعلمها بسرعة، يقوم بخطوات أساسية لغاية طبعا اللي هو الفريق المتخصص إنه هو يوصل إن شاء الله. جميل. دكتور أشرف، أنت ذكرت إن هالحملة تتم في كل المراكز الصحية وإن شاء الله آخر مركزين اليوم بيتم تغطيتهم بهذه الحملة. فطبعا مثل ما نقول للمستمعين، الهدف من هالحملة هي إنقاذ الحياة أو حسن استغلال الوقت الحين وصول عربات الإسعاف. كيف لقيت التجاوب من المتعاملين لما يعني خليتهم متعاملين يشتركون معاكم مثل الحملات؟ شو التفاعل أيوة. منهم؟ طبعا احنا بالعملية التدريبية أو الفعالية بنقول أهم حاجة الأول إن الشخص نتأكد إن هو فاقد للوعي. صحيح. عشان كده بنشوف إذا كان يستجيب أو لا يستجيب. بعدين إذا كان الشخص لا يستجيب بنقول له إيه، يتصل على طول بالإسعاف أو اللي هو الرقم 999 على أساس إن هم يستجيبوا له. صحيح. الأول بنقول لهم عمليات إن هو إزاي يبتدي في عملية الانعاش الضغطات. أيوة الانعاش اللي هو الضغط على القلب. بيبقى فيه نوريهم الأول شريط أو على الفيديو مقطع فيديو، وبعدين التدريب بيتم عن طريق مدربين معتمدين
وبيبتدوا الأول يشوفوا الفيديو وبعدين يمارسوا شخصيا. ممتاز. كيفية وضع اليد، السرعة المطلوبة، قد إيه الضغطة تكون شدتها وكذا وكل الأشياء هذه. بعدين بعد ما يبتدوا يمارسوا بيبدأ عملية تصحيحية وبس، ما شاء الله يعني استجابة صحيحة يعني ممتازة. ممتاز. شاكرين لك دكتور أشرف سويدان، أخصائي أول طب أسرة ورئيس شعبة التطور المهني في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية، على هالمداخلة للحديث عن حملة للتوعية بأهمية انعاش القلبي الرئوي، ويومك سعيد دكتور أشرف. شكرا لك دكتور. إذن مستمعينا، فاصل، وبعد الفاصل ما نرجع نتكلم على موضوع جميل جدا اللي هو البرنامج التطوعي لأجلك نسعى، بيكون معانا الأستاذ سالم بلاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحافة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معانا في برنامج هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أمجد فيصل المطرش يقول السلام عليكم أعزائي، برنامجكم جميل وهادف وموضوع الحلقة مفيد، نفسي أشوفكم يوم على التلفزيون، أتابعكم عبر الإذاعة، المذيع صاحب الصوت القوي والمذيعة صاحبة الصوت الشجي. إنزين، عموما أمجد تابعنا على الإنستغرام اللي خاص في هيئة الصحة، شو هو دكتورة؟ DHA_دبي وإنستغرام نور دبي. نور دبي موجودين لايف يعني، حتى بتشوف كواليس البرنامج، كواليس حلوة تراها. زين، في عندنا مداخلة دكتورة من السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور دكتورة، إيش حالك؟ خير الله يسلمك، منو معنا؟ ومعاي سالم. سالم هلا أخوي، تفضل. سالم إحنا بس حبينا نستشيرك بخصوص، عندي البنت أنا عندها الجيوب هاي مزمنة. هيك مرة أنا كنت مسافر ألمانيا وسويت لها فحوصات هناك، قالوا ما مو بالجيوب هاي، عندها والله التهاب مزمن، واستخدمت اللي هي هذه نفس البخاخ عطونا إياه، ويوم جينا هني الإمارات خلص هذا الدواء، يعني كان أول ماشي معها. ممتاز. فاستخدمنا هني الدويات اللي عندهم هني بالإمارات، عطونا دواء كذا بس يفرق عن هات مال ألمانيا بس نعم. ما مشى ويا البنت يعني، فحين دائما كله عندها يعني نفس ال يعني ينزل لها من الأنف ومن الحلق يعني مثل الماي. إنزين. ما عرفنا شو هذا دكتور يعني. أخوي تقدر تمرني العيادة وتجيب لي الدواء مال الألماني والدواء الجديد، بفحص البنت وبعطيك يعني بنخبرك، لأن مركز البرشة. مركز البرشة، أنا موجود في مركز البرشة من الأسبوع الجاي إن شاء الله. حياك أخوي. مدير عودة في مركز البرشة، ما عليك. في مركز البرشة. ها هي نعم أخوي. دكتورة ويانا أختي ندى الملة. دكتورة ندى الملة، خلاص أنا بجيب لك إن شاء الله مال الإمارات ومال إن شاء الله. فارق طيب، حياك الله. تسلم. بعد مداخلة قبل نستضيف سالم، إذا ما يا ويا الخير معه، يا بالخير معه. تفضل أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال أبوي؟ خير الله يسلمك، تفضل. طال عمرك دكتورة ندى. نعم. نحن من مراجعين عيادة البرشة. حياك. فعندنا طفل طال عمرك، وكل ما نيجي نحن تطعيم أو أني طبيب الأطفال ما بيكون متواجد طبيب أطفال. صحيح. 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 أدري شو يعني طبيب العام يفرق عن طبيب الأطفال. لا أخوي. لا تزعل نحن منك على الهواء، طبيب العائلة هو قادر على معالجة جميع الأعمار. صحيح طبيب الأطفال يكون عندنا في جدول محدد، لأن هو أصلا شغل الأساسي في صحة الطفل، يغطي ناحية طب العائلة أو صحة العائلة يومين أو ثلاث مرات في الأسبوع. إنزين، الحين قبل لا تشرحي لي دكتور أحمد شو سؤالك؟ سؤالي نحن بنطالب في طبيب أطفال في قسم الأطفال. أوكي. إن شاء الله هذا اقتراح. نسأل عن طبيب أطفال يقولوا لي مو موجود. إنزين، الحين بتشرح لك الدكتورة أهمية طب العائلة في علاج الأطفال وعلاج هذا، وأيضا
دكتورة وفروا لهم طبيب أطفال، ليش ما توفرون؟ إحنا نرفع الاقتراح إن شاء الله، وإذا في مجال إحنا بالعكس لو في طبيب أطفال معانا يعني إحنا نرحب بتعدد الاختصاصات في مجال صحة العائلة نفسها. فالك طيب أخوي، إن شاء الله نرفع لك الاقتراح وإن شاء الله. شكرا لك يا أحمد، شكرا لك يا أحمد. طيب الحين ما نوقف يعني مواضيع الربو ومواضيع هذا، ما ندخل في موضوع جميل جدا هو البرنامج التطوعي لأجلك نسعى. معنا في الاستوديو الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير. خير الرحمة. وين بتروح؟ أخيرا وصلنا لك. بدأ دوري. نحن مستانسين نحن تواجدي أنا في الاستوديو. طول عمرك. أستاذ سالم، يعني هذا البرنامج لأجلك نسعى برنامج جديد، عطنا نبذة عن هذا البرنامج وشو أهدافه وليش أطلقتها الهيئة؟ وطبعا نحن يعني شكل ما نقول من العام الماضي بدينا نفكر في برامج التطوع في هيئة الصحة. في كان مجهودات أو جهود يعني في الإدارات مختلفة، رفعنا الفكرة للمدير العام على أساس أن نشكل فريق عمل يعنى بالتطوع في هيئة الصحة ويكون تحته برامج يعني منسقة ومرتبة يعني على أساس يعني. فمعاليه وافق على الفكرة واعتمد الفريق العمل، بدينا حطينا إحنا خطة، حطينا دليل للتطوع وعساس أن ننشر فكرة التطوع بالنسبة في بين موظفي هيئة الصحة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب شو هي الفئات المستهدفة من هذا البرنامج؟ هو طبعا إذا عرفنا التطوع يعني وبناخذ آخر تعريفات يعني اللي هو تعريف الشيخ محمد بن راشد، يعني أنك تتطوع بالجهد أو بوقت أو بفكرة أو يعني بعمل، فكله يكون هذا يعني تطوع يعني يعتبر. احنا فاحنا اعطينا الهدف ان احنا الادارات والموظفين يعني كل له يعني بيكون له برنامج تطوعي معين ان شاء الله يعني. ممتاز. من هي الفئات المستهدفه من برنامج لاجلك نسعى؟ كل موظفي الهيئه يعني يعتبرون جزء من البرنامج. تعرف هيئه الصحه يعني حتى المؤسسه واللي يبغي من برا يشارك. احنا بدينا الفكره العام الماضي تطبيقها على طلبه الكليات. طبعا احنا نعرف ان كليات التقنيه وكليات جامعه الشيخ زايد فيه ساعات معتمده للتطوع. نعم. هي 100 ساعه تقريبا بين الكليات عشان يتخرج يعني. فعرضنا برنامجنا للكليات هذه ووافقوا عليه، اعتمدوا الساعات اللي احنا ندرب فيها الطلبة خلال برنامج التطوع في الهيئة، وكل 50 ساعة نعطيهم شهادة موثقة بأنهم أكملوا 50 ساعة هذه. غيرها أقل من 50 ساعة يعتبر شهادة لمن يهم الأمر أن يشارك بعدد من الساعات في التطوع في هيئة الصحة يعني. فنحن كموظفين في الهيئة نقدر نشارك في الحملة في فورمة نمليها أو مكان نتوجه له؟ في نحن الفريق تكون طلع قرار فيه مؤخرا، بس في الأخت مديرة أو رئيسة الفريق موجودة هي الحين في مستشفى راشد طبعا. بنبدأ نحن حملة يعني توضيحية وتوعوية عن البرنامج وعن أهدافه وعن الأنشطة اللي بتنفذ خلال المرحلة الجاية إن شاء الله يعني. أنا اللي يهمني سالم اللي يسمعون الحين عبر الإذاعة كيف ممكن يشاركون، كيف ممكن يتواصلون معاكم، شو الشروط اللي أنتوا تبغونها في المتطوعين؟ طبعا في استمارة اللي هي استمارة التطوع أو استمارة الفرق المشاركة. نعم. تعتمد طبعا على يعني استمارة هي رسمية تعتبر يعني. يروحون عند أحمد الأسد؟ لا، في الأخت منى البلوشي اللي هي رئيسة الفريق أو منسقة الفريق. وفي استمارة تملى يعني، ومن خلالها نبدأ إحنا يعني حسب احتياجاتهم أو استعدادهم هم أو حتى الـ يعني الرغبة هي أو حتى قدراتهم هم في التطوع، في عندهم ميزات معينة يقدر يؤدي في أشياء معينة. نحن يعني نبدأ تنسيق مع المستشفيات ومع الرعاية الصحية في توزيعهم على الأساس هذا يعني. فتطوع يكون فقط عن طريق المال ولا الجهد ولا مال وجهد؟ لا حتى يعني الواحد عنده ساعات وقت. الحين احنا يعني من الأفكار الجديدة بديناها أساس عام الخير فكرة العيادة التطوعية، وحصلنا موافقة أو يعني قبول أو استعداد من المستشفى لطيفة. شو هاي العيادة التطوعية؟ ما فهمت. عيادة تطوعية إن شاء الله بالتنسيق ويا مستشفى لطيفة بيكون فيه عيادة تطوعية من موظفي
الهيئة كانوا أطباء أو إداريين أو يعني في المجالات الفنية، والعيادة بتكون بعد الدوام الرسمي. مكتب الخدمات الإنسانية بيتكفل بتكلفة العلاج، مثلا الطبيب يعني المرضى المعسرين وبيشوفهم بعد الدوام الرسمي أساسا. كل التخصصات ولا فقط تخصصات تابعة للمستشفى اللطيفة؟ احنا بدينا مستشفى لطيفة الحين للأطفال والجايني أو الأمراض النسائية كمرحلة أولى، وبنطلقها إن شاء الله، بس نحصلها سبونسر في الوقت الحالي. يحتاجون طبيب عائلة، احنا حاضرين إن شاء الله. يعني حتى الأطباء اللي عندهم استعداد أنهم يقدرون يشاركون في العيادة، نحن بنسق وياهم ومع مستشفى لطيفة على أساس يكونون جزء من المبادرة هذه إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير للجميع من تونس. يا ريت العمل التطوعي يتم تبنيه من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة حتى تتم الاستفادة على نطاق أوسع في كل الدولة. على فكرة أنا مقيم في أبوظبي، والله ترى هذا يعني نوع من تبني الأعمال التطوعية على مستوى هيئة الصحة بدبي. أنا عيبتني فكرة أن الطبيب ممكن أن يتطوع بجهده وبوقته على أساس تفتحون عيادات خيرية، ما يتم حتى أخذ المبالغ المعينة من قبل المرضى المعسرين. صحيح. بديتوا مستشفى لطيف، إن شاء الله يا رب نشوفها على مستوى الهيئة. عاد انت فيك جيوب انفيه اليوم ولا شو نحن اليوم موضوعنا كده؟ عادت الدكتورة احنا كل حد نجيب انفيه عادت الدكتورة آي فاطمة البحرينية تقول والنعم دكتورة ندى تاج على راسنا طيبة وحنونة. شكرا شكرا شكرا. طيب استاذ سالم تبغي تضيف شغله معينه؟ نحن نسينا ان شاء الله. يعني البرامج التطوعيه طبعا بنطلع عن التغليدي في البرامج التطوعيه. ممتاز. شغالين على فكره ان شاء الله مع الموارد البشريه في الهيئه ان نفكر في اطلاق يعني مسابقه على مستوى الهيئه ان شاء الله، اللي هي مسابقه التطوع. حلو. والبارحه كنا اجتماع مبدئي وياهم، وان شاء الله بتكون يعني الفعاليه هذه شوي تشغل الميدان في التطوع إن شاء الله. يعني طيب شكرا لك أستاذ سالم بلاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة بدبي. هذا المكتب اللي له يعني للأمانة مجهودات كبيرة. صحيح. وهم الجماعة يعني شغالين في مساعدة الكثير من الحالات اللي تمر على الهيئة، فالله يواليكم العافية. تحياتي لكل العاملين في هذا المكتب. جزاك الله. أولهم أحمد الأسد. جزاك الله. ومحمود احنا ذكرنا دراسة قبل أسبوعين أو ثلاثة عن تطوع. أيه. إنه يخفف مخاطر الشيخوخة أو الزهايمر. أيه. فهذه ويشعر الواحد بالسعادة. صحيح. ما تشوفين سالم دائما سعيد. فهذه بوابة للتطوع عشان نقلل من خطر إصابة الزهايمر. وأي حد حاب التطوع أو هذا يتواصل ويانا على طول. مكتب الخدمات الإنسانية موجودين في حرم مستشفى راشد، يعني في مبنى المكتبة الطبية. ممكن تتوجهون هناك تقابلون أستاذ سالم، لأن حتى مكتبة ما في باب على فكرة، يعني سياسة الباب المفتوح. اللي يبغي يدخل المكاتب كلها هناك سبحان الله من غير أبواب. فعموما اللي يبغي يتواصل معهم يروح هناك، وبالعكس الجماعة ما بيقصرون. فنتمنى تعزيز مثل هذه الثقافة عندكم مستمعينا. فاصل بإذن الله، بعد الفاصل ما اتطرق لموضوع وايد مهم. صحيح. وايد طلبتوا من عندنا وقلتوا تبون تتكلمون عنه بشكل كبير، ولكن نحن اليوم نتحدث عنه. بتكون معانا أخصائية التغذية السريرية في مستشفى دبي أستاذة نجلة درويش عبيد. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم نور دبي. يأتينا مجموعة يعني أسئلة عن موضوع التواصل مع مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة. موضوع بسيط جدا، ممكن تتوجه إلى مستشفى راشد المكتبة الطبية، مبنى المكتبة الطبية هناك المكتب موجود ومن غير أبواب. اللي يبغي يدخل ويروح يسأل عن سالم ولا يسأل أي شخص هناك ما شاء الله بيقدمون للخدمة اللي يستحقها. هذا 1-2-800-342 تواصلون على هذا الرقم 24/7 أي سؤال عندكم وجو لهم، أو حتى ممكن يوصلوا لكم بالمكتب بشكل مباشر. صحيح. طيب من لأجلك نسعى من هذه المبادرة ننتقل إلى الحديث عن علاقة التغذية وأمراض الكلى. فالمضاعفات المعترف بها للسمنة أنها قد تسبب أمراض الكلى المزمنة، وقد تسبب السمنة أمراض الكلى من خلال طرق مختلفة تساهم فيها بشكل
مباشر وغير مباشر عن طريق أحداث أو تفاقم مرض السكر، ارتفاع الضغط، يعني وايد أمور ممكن تساهم بشكل أو بآخر في وصول المريض إلى يعني مضاعفات نحن في غنى عنها. صح. ليش؟ إذا اتبعنا نمط الحياة الصحي، كذا مرة نقول نتبع نمط الحياة الصحي. نحن نتحدث عن علاقة التغذية وأمراض الكلى والخدمات اللي تقدمها الهيئة في هذا النطاق. معانا في الدكتور، معانا دكتورة نجلة درويش عبيد، اختصاصي تغذية سريرية في قسم الكلى بمستشفى دبي. يعني ليش أقول دكتورة؟ لأن هم أخصائيين يعني في النهاية دراستهم يعني ماشيين فيها في هذا المجال، وإن شاء الله تاخذين يعني الدكتورة إن شاء الله. تفضل. أشكر لكم الاستضافة في هالبرنامج، والموضوع جدا يعني شيق. احتفلنا نحن في مستشفى دبي، نظم قسم الكلى يوم الخميس احتفالية كانت جدا حلوة بخصوص يوم الكلى العالمي. مثل ما نحن نعرف أن آخر الإحصائيين 17 أشارت أن 10% من سكان العالم أجمعوا متأثرين بشكل ما من أشكال القصور الكلوي، وهذه كانت مبادرة مشتركة من قبل الجمعية الدولية لأمراض الكلى، تم تحديده يوم 9 مارس اللي هو الخميس. طبعا يحتفلون سنويا بيوم الكلى العالمي، 9 مارس يوم اللي هو صادف يوم الخميس عام 2017 ركز على موضوع اللي هو أمراض الكلى والسمنة المفرطة، نكون هو المحور الأساسي للنقاش في هذا العام. طبعا يهمنا جدا الوقاية من السمنة، وشارت يعني أصبحت السمنة وباء عالمي، يعني دلت في حتى عام 2014 عن أن أكثر من 600 مليون شخص في العالم لديهم سمنة. من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة 40%. كم مليون؟ 600 مليون شخص في العالم يعاني من السمنة؟ يعانون من السمنة. طبعا حبيت أوضح دكتورة ندى للمستمعين بأن السمنة طبعا هي كتلة الجسم اللي تكون أكثر من 30. صحيح. وزيادة الوزن اللي هي تكون أكثر من 25. فمهم جدا الشخص يروح يعني يشوف هو كتلة الجسم عنده، هل هو يعاني من السمنة، هل يعاني من زيادة الوزن، تفاديا لجميع من لكثير من الأمراض. يعني في وايد مواقع أو أبليكيشنات تحسب للشخص الكتلة. الصوت عالي عندك في السماعة ولا؟ فممكن يدخلون الوزن والطول وتطلع لهم الكتلة عن طريق المواقع، ممكن هم يحسبونها بنفسهم. ولكن مهم جدا الوعي الصحي، مهم جدا هم يراجعون مراكز صحية، ممكن يكون عندهم تاريخ وراثي عائلي بالبيت، عندهم أمراض سكر، عندهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، فيكونون هم عرضة للحصول على هذه الأمراض يعني في المستقبل. صحيح. فتفاديها مبكرا جدا مهم. عبد الرحمن الحصاي صبح عليكم. صبحك الله من صبحك الله من انزين دكتور. لحظة، عندك سؤال محمود؟ وايد أسئلة شوية دكتور، إن شاء الله داشين نحن على هذا. تقول اتبعوا نظام المايكرو بيوتيك. تعرفين هذا النظام دكتورة؟ المايكرو بيوتيك. زين، وانتو في السليم. هالنظام يعني تبتعد عن اللحوم ومشتقات الحليب والنشويات واكل الاشياء الخضراء والفواكه. زين، بس ما ننصح في المدة الطويلة ترى. في واحد قال له هل هذا النظام متوازن؟ قالت انا شفت حالات سرطان شفيت تماما باتباع هالنظام وبدون حبة دواء، ومتوازن 100% على حسب كلامه. للأسف موضوع كتلة الجسم والكالوريز كله لعبة تسويقية. لا ليس. خلينا اول شيء على الموضوع الاول، النظام هذا. طبعا نحن ما نشجع ان الشخص يركز على نظام معين، مهم جدا النظام المتوازن بحيث انه ياخذ احتياجاته يعني من جميع العناصر الغذائيه، من المجموعات اللي نحن نعرفها المجموعات الخمس. صحيح. النشويات، الفواكه، الخضروات، كذلك البروتينات، منتجات الالبان. صحيح. لكن يعني الشخص ياخذ بنسب بتكفي احتياجاته، يعني لا يفرط في استهلاكه ولا يقلل. صحيح. طيب وشو عن كتلة الجسم والكالوريز؟ كلها لعبة تسويقية؟ لا، نحن نحسب السعرات الحرارية لكل شخص يزورنا بالعيادة بحيث أنه يكفي احتياجاته، يعني كيف إذا هو حب ينزل وزنه نعطيه نظام قليل بالسعرات الحرارية، حب يحافظ على وزنه له نظام معين،
يعني ويونا بعد أندر ويت، يونا أشخاص بعد يعني أوزانهم نازلة تحت المعدلات الطبيعية. طيب. نعطيهم بعد يعني سعرات حرارية تفي بحاجتهم. طيب يا ما زين. بس لما يقرأ محمود الميكروبيوتيك إحنا ليش ما ننصح فيه بعد؟ لأنه يخلم البروتينات اللي تعطيكم فيتامين بي 12 يا جماعة. الفيتامين بي حق صحة الأعصاب موجود في اللحوم. فهذا التعليق علشان مرض السرطان، فعلا مرض السرطان ينصحونهم فيه. ليش؟ لان هم مع الكيماوي والاشعة يكون الجهاز الهضمي يكون مضادات اكسده، يحتاجون مضادات اكسده، وجهازهم الهضمي يكون متعب اصلا ومجهد، فيعتمدون على الاكلات اللي ما فيها لحوم وايد وبروتينات وايدة. ولكن حتى مرضى السرطان ما ينصحون فيه مدة طويلة، هو مدة كورس 6 شهور أو 3 شهور يرجعون بعدين نظام الغذائي تحت إشراف الطبيب واختصاصية التغذية. بالضبط. هل تناول الإفطار بعد الرياضة مباشرة عادة صحية أم يجب الانتظار ساعتين على الأقل لأن الوقت ما يسد الصبح؟ لا، بعد بعد الرياضة على طول ما ننصح فيها. كم يعني المدة اللي تنصحون فيها؟ ساعة ونص أتوقع إلى ساعتين. ليش؟ أنا بقول لكم ليش. لأن لما تمارس النشاط الرياضي يكون الدم موجود في المناطق اللي تتحرك مع الرياضة، يعني الريل والريول والأيادي، ما يكون في الجهاز الهضمي. فليه ما الريول يعني الأرجل، الأرجل في الأقدام. فلازم يرجع الدم مرة أخرى يتوزع بالتساوي في الجسم عشان ما يصيبكم سوء هضم. طيب نرجع دكتورة لعلاقة التغذية وأمراض الكلى، هذا موضوعنا الرئيسي اللي احنا نبغى نتكلم عنه. طبعا تم تثقيف 411 شخصا، وقمنا يعني قمنا بزيارة مدارس من ضمنها يعني مدارس فئات عمرية ما بين 13 إلى 14 سنة. وللأسف يعني كان من أصل 76 طالب 20 منهم يعانون من البدانة، وكذلك يعني من أصل 35 في مدرسة أخرى 2 منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم. فهذه النسب جدا يعني كانت يعني مؤسفة، يعني حبينا نركز عليهم. صحيح. حتى قلنا لنا مفروض تسوون حملات توعوية بزيادة بالمدارس، ركز بفئات عمرية أقل، بحيث أن حتى هم يكونون يعني يخبرون أهاليهم بالبيت أن في حملات صارت عندنا، نبغى ننزل أوزاننا، يكون عندهم وعي. ناخذ المكالمة بس هذا التعليق من يوسف العوضي يقول شكلنا لازم نتريض قبل أذان الفير عيال تانتي على كلام الدكتورة. دكتورة أحمد تفضل. صباح أحمد. الخير يا أحمد. صباح الوالد، كيف الحال؟ خير الله يسلمك، تفضل. عندي كلمة شكر حق دكتورة ندى. شكرا. تفضل. دكتورة ندى. أنا من مراجعين من مستشفى برشا. هي نظمتي الضغط والسكر والكوليسترول ما شاء الله عليها، يعني أنا نفسيتي ترتاح من أروح عندها، يعني تعامل سلوب يعني حتى بدون أدوية أنا أتعالج منها. أقولك كم دفعت لك عشان تتصل الدكتورة؟ لا والله العظيم سالف وياك، سالف وياك صراحة قليل في حقها ترى. والله العظيم يعني. شكرا لك يا أحمد. أنا أحمد أحيي مثل هذه المكالمات. ليش دكتورة؟ لأن هذه المكالمات يعني شو أحلى من أن الواحد يحس أن الشخص اللي يقدم له الخدمة قاعد يشكره وقاعد مقدر له هذه الخدمة. وأحمد ترى محمود روح يتعالج عندي ترى بالعلم، عشان أنت ما في شيء نافع يعني. شكرا لك يا أحمد ومدخلتك. شكرا، يومك سعيد. شكرا لك. أنا واحدة تقول أجهض 3 مرات بعد الأجهاض زاد وزني أكثر من 20 كيلو بسرعة، وتوقفت عندي عملية الأيض في الجسم والوزن ما رضى ينزل. هذا السؤال لكم أنتوا الاثنين، يلا حد يتكلم عن الوزن وحد يتكلم عن موضوع الأيض. تفضل دكتور. طبعا مهم أنها تنزل وزنها، صحيح أن ممكن يكون الأيض عندها بطيء بالجسم، فمحتاج أنها تزيد الحركة، النشاط الحركي، مو بس نعتمد أنها ممكن تخفف وجباتها، محتاج أنها تزيد النشاط الحركي. صحيح. ممكن يكون عندها نشاط الحركة جدا قليل، فتزيد النشاط الحركي، تركز على أنها تقلل كمية الدهون بالأكل، تقلل حتى نسبة الأملاح حتى لو ما كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. وهي اتصلت ذكرت ترى معلومة جدا مهمة، تشوفوا أهمية طبيب العائلة. هي ذكرت أن أجهضت 3 مرات. العامل النفسي يلعب دور كبير في النساء بعد الإجهاض، لأن هي تمر بحالة نفسية معينة خلال فترة الحمل، تكون مترقبة الولادة، بعد ما تجهض تكون في حالة نفسية مختلفة، ممكن يكون شنو نوع الاكتئاب، هالي سبب الأيض عندك يكون بطيء وزيادة الوزن. مرينا العيادة خلينا نشوفك نسويش تقييم للاكتئاب، لأن جدا عادي حتى النساء اللي تولد طبيعي هي حالة اكتئاب بعد الولادة، فكيف أنت تجهضت 3 مرات؟ فالله يرزقك إن شاء الله الذرية الصالحة، وتعالي العيادة نشوفك. آمين إن شاء الله. تحية خاصة من بلدية دبي من إدارة الإيرادات العامة لك محمود والطاقم اللي وياك أخوك عصام. شكرا لك يا عصام. صحيح طبعا، لكن أعتقد أن الارتكاز على البروتينات النباتية
فترة بعد فترة تخل بالنظام الداخلي للجسم. صحيح. وهذا اللي قلناه. لأن ما فيها الفيتامينات B12 اللي هي من البروتين الحيواني. صحيح أخوي. إنزين الحين نرجع دكتورة، شو هي الأكلات اللي يجب تجنبها للوقاية من أمراض الكلى؟ وبالنهاية يعني للوقاية من أمراض الكلى يينا شخص سليم ويينا مثلا شخص عنده سكر وعنده ارتفاع في ضغط الدم. فإذا كان شخص سليم ما يعاني من أي أمراض مزمنة أخرى، يفضل أن نحن نركز على النظام الغذائي المتوازن. صحيح. بحيث أنه يعرف احتياجاته الغذائية من كل مجموعة غذائية. صحيح. وأنه يكون طبقة يعني قليل بالدهون، قليل بالنشويات، من السكريات البسيطة، يبتعد عن أكلات المطاعم. صحيح. اللي هي الفاست فود، الوجبات السريعة، المشروبات الغازية. يحاول أنه يمارس رياضة، يشرب كميات ماء كافية تفي باحتياجاته. طبعا من يعني من شخص لشخص تختلف نسبة كمية الماء اللي يحتاجها. صحيح. فيفضل أن الواحد يحسب يعرف احتياجاته لين ما يخلص يومه، خلاص يكون خذ الكمية اللي يحتاجها من الماء. طيب ممتاز. المشكلة أنك لا تشعر بالعطش و ونشرب كمية قليلة من الماء، هذه وهذا الغلط. لا تتريون العطش. لازم تشرب قبل أن تشعر بالعطش. إنزين عموما أنا في هو يعني فيه الغدة الخاملة ووزني ثابت على 47.73. ما فهمت كيف 47 عنده مشكلة بالغدة الدرقية. مع أني مقلة في الأكل والحل لأن بعد في بداية ديسك، ولكم جزيل الشكر، سمعت أن اللي فيهم الغدة أوزانهم ما تنزل. كتبت الوزن غلط، 74.73. هي اوكي الحين نتسمك. لا اللي فيهم غدا تنزل اوزانهم. صحيح. تنزل اوزانهم. تنزل اوزانهم بس طبعا يراجعونهم طبيب غدا اختصاصي غدا مختص، بحيث انه ينظم لهم عن طريق الحبوب، وبتنتظم عندهم القراءات. بعد ما تنتظم ضروري انه يرجعون على اختصاصي التغذيه، بحيث ان نحن نحاول معاهم ان ينزلون على الاقل يعني كيلوين في الاسبوع. صحيح. كيلو في الاسبوع، ونبدا معاهم برنامج جرادوال يعني بالتدريج. صحيح. بحيث انه خلاص يرتاحون من نجاح النزول يعني هذا. واحنا ما عرفنا كم طولها، ممكن يكون مناسب يعني، ممكن يكون مناسب. صحيح. يعني 74 لامرأة يعني بعد ما ممكن يكون طولها 165 او 170. فهذه نرجع لموضوع كتلة الجسم، يعني هني موضوع كتلة الجسم جدا مهمة. طيب دكتورة، يعني الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في مجال التغذية والتوعية بشكل عام وأمراض الكلى بشكل خاص. طبعا احنا يهمنا محمود من البداية، من نكتشف ان الشخص مثلا خلاص اصيب بمرض السكري، سواء كان تايب 1 تايب 2، نعالج معاه، نعلمه على كيف يقرأ المعلومات، بطاقات يعني معلومات الغذائية، معلومات البطاقات الغذائية، نعلمه كيف يقدر يحسب مجموعة النشويات، كل حصة كم جرام من السكر مثلا يحصلها من الحصة الواحدة، كم سعرة حرارية يقدر يحصلها. إذا يانا مثلا مريض عنده ارتفاع في ضغط الدم، يانا مرضى مثلا عندهم مشاكل بالنقرس، الكوليسترول، الدهون، احنا هاي تدخلاتنا من حيث التغذية. الوقاية يعني الوقاية من البداية عشان نحن نحميهم من يعني من وقوع أمراض الكلى. طيب هذه اللي كانت تتكلم عن الغدة دكتورة تقول طولها 160. زي ما براويك معناته بيكون عندها زيادة وزن مبسملة. زين وتقول لي وراجع طبيب الغدة وأخذ 50 ملي مدى الحياة. حبيبتي إذا كان تحليل الغدة مالك منتظم، يعني ممكن تأخذين 50 والغدة عندك منتظمة، تكون يعني هرموناتها منتظمة، معناه يحتاج شوية تمارسين نشاط رياضي إلى جانب دواء الغدة. ولكن هاي غير صحيح، إن اللي عنده غدة ما ينزل وزنه، ممكن ما ينزل الوزن المثالي الصحيح، يعني مثلا كم طولها 160 يعني ممكن ما يوصل 60 أو 62، صعبة تكون عليه شوي، بس مثلا بينزل عن 74 يمكن يوصل 65 67، بس يباش نظام غذائي. زين اللي يبغي يفتح مشروع وجبات سريعة، شو الأمور اللي لازم يسويها حسب الوجبة تكون صحية؟ وجبة تكون صحية في البلدية أعتقد تعطي مثل توعية للناس اللي بتفتح مطاعم، كيف أنا شو الزيت الصحي، كم مرة ممكن نقلي بالزيت، شو كميات الملح، الصوديوم نفسها، هي نوعية النشويات مثلا، الخبز المستخدم. طيب الإنسان هو الكائن الوحيد في العالم الذي يشرب الحليب بعد سن الفطم، وهذا الشيء غلط لأن الجسم بيكون فيه أجسام مضادة، فبالتالي يؤدي إلى نفخة وغازات وإرهاق وغيرها. معلومات غير صحيحة تراك من الصبح ياسة تكتبي معلومات غير سليمة، ولا حسب العمر هي نفسها اللي كانت تتكلم عنها. لا مو صحيح حبيبتي، لا بالعكس، احنا ننصح بالحليب ما عدا الناس اللي عندهم حساسية من اللاكتوز او من بروتين الحليب. اجهزة تحليل نسبة الفات والكتلة العضلية هل هي صحيحة نوعا ما؟
يعني ما نقدر نقول انها يعني دقيقه، لكن تعطينا نسب تقريبيه 70% ممكن يكون صحيح. زين، اشرب عدد الاكواب ماي كفايه في اليوم 10 لين 12، بس بعد كل جلاس ماي احس بنفخه. نفخه الماي لسه لا علاقه. هذا يذكرني وقت السحور. زين، واحد يشرب غرشة زين، بس عشان باقي ما يعطش. باقي هذا نفس ما توم جيري وحد يثور فيه ويطلع الماي كذا من كذا. هذا الغلط محمود على فترات، يعني الواحد يشرب الماي على فترات. زوجته هو يعني وزنها 82 كيلو مع انه طولها 155، بس حاولت كثير تنزل وزنها بس ما ينزل غير كيلو او اثنين وترجع تزيدهم. ممكن نعرف شو مو ملتزمه يشكلها، مو ملتزمه ما دام كيلو كيلو، ما مو ملتزمه. الإرادة في رياضة، في نظام غذائي، في كذا، بطبيعة الحال ينزل الوزن. إذا ما في سبب هرموني كل حد ينزل يا جماعة، ما حد يقول ما ينزل الوزن. وحتى اللي عنده أسباب هرمونية ممكن ينزل، تتضبط وينزل. بس بشكل عام نتكلم كل حد يقدر ينزل وزن، بس يباله صبر. يعني مو أول شهر شافت عمرها نزلت كيلوين قالت ما يكفي برد على الأكل العادي، لا. ولا النزول السريع دكتورة، صحيح. يعني إذا نزل الواحد شخص يعني مثلا 16 كيلو خلال أسبوعين أو شهر، ممكن أنه يرد يأخذ أضعاف الوزن. البرياني والشابس إيش رايكم فيهم؟ تراني أضرب وايد الريوق والعشاء خفيف، مكثر النشويات ومكثر الدهون. يلا زين، هاتف الدكتور اللي تكرمتم. دكتور انا بعطيك رقم الريال اذا حابه تتواصلين معاه بعد الان، يمكن عنده مشكله يبغي يستفسر عنها. تصلحين العياده الموجوده في العياده دائما، يعني يمر عليها العياده صدق. السؤال، كم يوم جسم يتحمل بدون اكل مع شرب الماي بدون اكل؟ مشروع رجيم قاسي. لا ما يستوي بعد، غلط. طيب بيستوي يا جماعة ضمور في العضلات، لأنه ما في بروتين، ما في. لا تتبعون النظام القاسي، دائما نقول لمرضاي النظام القاسي كم بتتم عليه؟ مستحيل تتم عليه حياتك كاملة، شهر أقصى شيء، بعدين تتعب وترد ويرجع وزنك أضعاف أضعاف أضعاف. هني يستوي الناس تزعل وتقول لك أنا نزلت وردت رجعت وزني أضعاف المضاعفة. امشوا على نظام غذائي صحي، أكلكم العادي بشوية تنظيم عشان يمشي معكم طول الحياة. كيف يمكنني إنقاص وزني علما أن طولي 171 ووزني 100؟ رياضة وأكل. ما يسوي شفط وما العمليات؟ لا، ليش شفطوا؟ أول شيء ابتدوا بالأشياء العادية يا جماعة، ترى كل عملية جراحية لها مضاعفات. هل جربت؟ بس جربت مو تجربة إفتاء شخصي، لا، جربوا مع طبيب تغذية ورياضة، نظام غذائي ورياضة ومشي، يضبط الموضوع إن شاء الله. طيب ممكن نعرف رقم الدكتور عشان تتواصل معها زوجتي لو سمحت، وخاصة زوجتي شوية خجولة؟ تتصل فيني في العيادة مركز البرشة الصحي 502-3300، مركز البرشة. أربع أرقام، خمسة. لا 0450502-3300 العيادة. أنا يوم الأحد بكون موجودة. اتصل مركز البرشة. زين، مطلب الدكتورة ندى بيحولونك عليها. من الأحد. من يوم الأحد، بس إجازة تراها يعني اليوم سحبناها غصب البرنامج، مو على كيف تأخذ إجازات وايد، مو بزين. صح أنا مريضة بس مو بزين تأخذ وايد إجازة. أنا مو مريضة. زين دكتورة، يعني قبل أن نختم البرنامج، كلمة أخيرة تبغين توجهينها للجمهور؟ أنا بس حبيت أنوه أنه يعني وجود الأهالي في البيت وجدام عيالهم هم يكونون قدوة لهم. صحيح. يعني إذا الأهالي يوجهون أطفالهم لا تسوون شيء ولا تسوون، هم مثلا يقوم يشرب له مشروب غازي، ولا يقوم مثلا يتبع نظام، ولا يقول الطفل مو زين، ويبون هو يشرب يقول حق هذا مو زين، فالطفل مستحيل يقتنع. يعني والله يقول هذا الدواء وهو روح يشربه. في النهاية لازم هم يكونون قدوة لأطفالهم. هاي رسالتي اللي حبيت أوجهها. جزاك الله خير دكتورة نجلة درويش عبيد، اختصاصي تغذية سريرية في مستشفى دبي. في واحد يقول دكتورة أنا كل ما أنام أحلم أسوي رياضة ما ينزل وزني، أمزح معاكم، شكرا لكم وجدا استفدنا. عادة أنا ألعب كورة يوم أنا راقد، في عندي بطولة ألعبها. مستوى ميسي محمود. زين عموما شكرا لكم، يعطيكم العافية. مشكورة دكتورة ندى، ما قصرتي، وايد سعيدين انك انت قطعتي اجازتك يعني. شكرا. وشكرا دكتورة نجلة، كل الشكر لكم مستمعينا اللي تواصلوا معانا واللي ايضا يعني كانوا معانا على السمع. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الحلقة، كانت فيها العديد من المحطات. كل الشكر لمخرجنا المبدع دائما عيسى سبيل، ما قصرت يا عيسى، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف. هي نسيت اذكر ان الشكر بعد كذلك حق فريق الاعداد، واليوم اللي عدت لنا الحلقة هي
الأخت نور نزال. شكرا لك يا نور، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع المتجددة. تقبلوا تحياتنا وتحياتي أخوكم الصغير محمود يوسف، ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.